واخويا الله يرحمه في النار والله يعوض محبته. صبر، ماشي سهله انك تفقد واحد الشاب اللي كنتو كتشوفوا فيه مستقبل العائله، شاب مهذب، شاب اللي شفناه بزاف، واش الام ديالو مسكينه شفناها قبيله راه فواحد الحاله اللي صعيبه بزاف، يعني هو هي ماشي غير هو صعيب الحال، صعيب الحال. اذا مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فتش اخر مباشر من منطقه الرحمه امام لامورغ اولى مستودع الاموات، ومعنا شخص اللي كتعتبر زوج خاله الشاب زكريا اللي مات هو وصاحبه في طريق ديال البحر بسبب كما تيقولوا روج على حساب كلب. يعني هذا السيد هذا كيعتبر الابن اللي مات ولده بحكم ان الشاب كبر يتيم وهذا رباه بحالهم بحال العائله، يعني شهاده حق يعطيها لينا دابا، والدموع كتغمر العين ديالو، فالله يصبره ويصبر كل شيء. السلام عليكم سيدي. بالنسبة للفاجعة دابا كنت في الدار انا متكي ناعس يعني مرتاح اليوم، دخل الدري ولدي قال لي معاه هذيك النطقة اللي غير يقول زكريا مات، صافي قفزت الموت مبقاش تلفات كاع مبقاش عارف اش كدير، وليت مزكي له التليفون تا دوك النمرات ما قديتش ندوزهم. داك الشيء اللي جا ما ماشي عادي ما جانيش سبحان الله العظيم، هي هذيك صبرت المرات صافي. هي فاش جينا دابا لامور ديال الرحمة دابا كنتواجدوا تما راه تنتسناو في الاجراءات ديال هادشي، ولكن هذاك الدري تبارك الله راه كان حتى هو دري زوين وغادي في المستقبل ديالو زوين ونجاح، حتى هو ملي شد هاد المهنه ديال العسكر حتى هو جاي يشوف امو باش يطلع ليها من القشلة باش يرجع، ما بغاوش يعطوه كونجي اللي قالوا ليه لا بقى الا كنتي غتبقى تاع العيد ما غاتمشي للكونجي، قال لهم غتعطوه ليا دابا. هذيك الساعة اللي جا مشى شاف مو بحال تصيفط معاها، رجع لي جاي راكب مع صديق ديالو، اي راكب مع صديق ديالو سيدي عثمان، سيدي عثمان اي جوجهم يعني كما تنسمع انا دابا جايين من طريق ازمور، خرج ليهم شي كلب على غفلة، هذاك هو اللي سمعت دابا هذا هو السبب اللي سمعت انا مع سول. انا تعلمت انا مع شي بحال هكاك شي ثلاثه بحال هكاك ثلاثه ونص شفتهم بجوجهم خرجوهم ليا من لامور وشفتهم زكريا ما لقيتش نقول لك الدم ديالو خارج من راسو يعني لا أنا لحد الآن واقف معاكم مرفوع ما قدرت لا زكريا ملي تيجي كيبتسم ليا باقي جاي باقي جاي بكيت بقى معايا عزيز عليا درويش دري زوين دري غادي زوين واحد الحالة اللي كل واحد يبغي ولده يكون بحالك. أنا بحال بحال با انا كنا بحال الخوت انا نساف يلا مات نيت خو با عمو يلا مات شكون الام راه صبرت غادي كنصبر الام راه كعارف الكبده نتا ديال الولاد راه ماشي ساهله راه غادي تقول دعي معاه وداك الشيء ولكن راه الداخل راك ماتر بزاف انا راجل دابا اللي ما نقدرش نحبس لا الدموع ولا داكشي اللي الزوجه ديالي داكشي اللي شفت فيها اليوم ما عمري شفتو انا ما عقلاتش انت من الحوايج اللي جبتهم من المريض اش لبست ما عارفاش ضغط كبير زكريا بلاصتو كبيره الله يرحمه يعني عنده قمعه كبيره طيب بزاف ملي تيكون بارك في الدار معانا طيب امين يا ربي الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. خويا زكريا ملي كان با كنت نبرك نضحك انا وبا دوزنا معاهم داكشي زوين الدراري بحال باهم محترميننا صراحه هي محترميننا بزاف. اذا
كنا وقع علينا نضحكوا عليه. الله يرحم هذاك الدري اللي مات معاه وحميه معاه إذا مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا باللي هذا السيد اللي كيتعتبر الأب الثاني لزكريا أنه رباه بحكم أنه زوج الخالة ديالو كبر معاه عاش معاه أفراح عاش معاه أحزان ولكن ما توقعش أنه يفقد زكريا في هذا العمر. يعني اللي سولناه هو كيقول لك أنا كنت متوقع أنا نموت أنا عاد زكريا ورايا، كنت متوقع أنا زكريا هو اللي يهز القبر ديالي ويدفني، يعني كنت متوقع أنا زكريا يكون في جنب الزوجة ديالي والوليداتي من بعد ما نمشي أنايا، ولكن كل شيء كان بالمقلوب. فزكريا بغيت نقول لك خويا الله يرحمك ويرحم السيد اللي كان معاك، عائلتك كلها مسكينه مقصحه، الله يصبرها ويصبر هذا السيد اللي معنا. تهنا مشاهدينا الكرام كنوصلنا لنهايه البث ديالنا، شكرا على حسن المتابعه ديالكم، ومع علينا كاملين ان ندعو مع العائله بالصبر ومع زكريا وصاحبه بالرحمه. شكرا.